هيستمر في قيادة المنتخب، عنده طبعا معسكر إن شاء الله هيبدأ في بلدنا التاني السودان ما بين أهالينا في السودان يوم 26، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ويبدو الإضاءة هتترفع حالا. ممكن نكمل كلامنا، ما فيش مشكلة. هو الحقيقة يعني واضح إنه بقى محمد نصر دخل برضو لا صور. لا الإضاءة اللي حصل إلا